موجز إخباري لأهم المستجدات المحلية والعالمية يأتيكم من موقع صدى البلد، أهلا بكم. يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الفريق الركن محمد علي المقدشي وزير دفاع الجمهورية اليمنية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. تستعد وزارة التربية والتعليم لتفعيل رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 غدا الثلاثاء الموافق 21 من سبتمبر في تمام الساعة 2:00 ظهرا. وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة سيكون هو نفسه رابط نتيجة الثانوية الخاص بالدور الأول، ومن المقرر أن يحصل طلاب الدور الثاني للثانوية العامة الذين كانوا راسبين في مادة أو اثنين على الأكثر على نصف الدرجة الكلية للمادة فقط. كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود البلاد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهاراً، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلاً طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء. وإلى أخبار الرياضة، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية حالة كبيرة من الجدل حول إمكانية إقصاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الكروي الجاري، على خلفية قرار الاتحاد الدولي للعبة فيفا بمنعه من قيد صفقاته الصيفية الجارية والشتوية المقبلة. وعلم صدى البلد أن كافة التفاصيل التي تشير إلى إمكانية إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا هو أمر لا أساس له من الصحة، خاصة أنه تم اعتماد الأندية المشاركة في البطولة الجارية بعد التواصل مع الاتحادات الأهلية الخاصة بها. بهذا الخبر الرياضي نختتم هذا الموجز، نشكركم على طيب المتابعة، وحتى يتجدد اللقاء لكم منا كل التحية.